السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه النهاردة مختلف بعيد عن الحمام. النهاردة الفراخ البلدي. الفراخ البلدي لو بتاكل البيض، المشكلة دي بتقابل الناس كتير، اللي هي بتلاقي الفراخ بتاكل البيض. نعمل ايه ونعالجها ازاي؟ ده اللي هنقوله لحضراتكم. اهو حضراتكم الفراخ البلدي، شوف البيض اهو. البيض اهو، انا ما كنتش بلاقي ولا بيضة. عالجتهم ازاي؟ انا هقول لحضرتك نعالجهم ازاي، نعمل لهم العلاج بتاعهم مع بعض ونرجع نقدمه. شوف ازاي رجعنا لكم تاني بعد ما جهزنا التحديق بتاع اللي احنا لحضراتكم كنتوا عارفينه، اللي عملناه قبل كده للحمام اكتر من مرة. اهو احنا هنعمله كعلاج للفراخ اللي بتاكل البيض. والله والله ان عملته الفراخ ما عادت تاكل البيض، بس لازم يكون على طول تعمله على طول، ما يتمنعش عنه. مش هيخلي الفرخة تبص للبيضة، لو البيضة تحت رجلها مش هتبص عليها، هتسيبها ومش هتبص عليها. ده اللي هو محار، محار زائد رمل زائد هدد مباني. اهو هنحط كده الكمية الأساسية الكبيرة دي، تمام؟ أهو الكمية الأساسية، الكمية الكبيرة دي زائد هنقول أهو جير، قرب شوية، زائد الجير زائد الفحم. الفحم بيعالج يعني مشاكل كتير للهضم، تمام؟ وكمان بيحسن من الانتاج وبيحسن صحة الطيور عموما. طيب يبقى كمان ايه اضافة تانية كمان؟ الملح، لسه ناقصنا الملح. هنحط الملح. في ناس طلبت كتير لما شافت ايه التحديق، قالوا لي ايه افضل وصفة للتحديق، لكن انا بقول الملح. الفحم ما تحطش فحم دايما، حط الفحم مرة واحدة بس في الشهر، كفاية شوية ملح كده. الفحم بيحسن من حجم البيضة، لو البيضة صغيرة الفحم بيحسن من حجم البيضة. الجير زي ما حضراتكم عارفين كله بيستخدمه كمطهر، زائد ان هو بيزود الكالسيوم، من بتحط في طعام في العلف دايما بتاع الفراخ، خاصة العلف البياض ده بيتحط فيه لانه بيزود عندهم الكالسيوم، تمام؟ يبقى المحار والرمل ده الاساسي، هو التحديد الاساسي المحار والرمل، الجير الحاجة التانية، الملح ثالث حاجة، الفحم اعمله بس مرة واحدة كل شهر، تمام؟ يبقى كده التحديد بتاعنا. طيب ايه الاكل اللي يخلي الفراخ تبيض اكتر؟ الاكل اللي يخلي الفراخ تبيض اكتر، لو الفراخ مش بتبيض كويس ايه الاكل اللي يخلي الفراخ تبيض اكتر؟ طيب هنقول لحضراتكم اهو، يا اما تأكلهم علف بياض او العجيرة او الدشيشة اللي بيقولوا عليها، بتيجي زي كده. الدشيشة بيبقى ايه؟ كسر رز على ذرة اصفر على رجيع، اللي هو الرجيع ده اهو، الرجيع اللي هو قشر الرز او اللي بيجي من مضرب الرز، الرجيع او بيتقال عليه السرس، السرس بتاع الرز، تمام؟ اهو احنا هنزود شوية رجيع. انا جايب اهو بشتري الرجيع لوحده، رجيع بس، ده ما فيش فيه ذرة ولا حاجة، بزود به على اكل الفراخ اهو.
ازود به يعني لو هو جاي لي، انا بعملها انا بنفسي، بجيب الرجيع وبجيب كسر الرز وبجيب الذره بتاع الفراخ وبلخبطه، لكن عشان ازود الرجيع فيه. ميزه الرجيع ده ايه؟ هو مش بيغذي ولا حاجه، لكن هو بينشف الدهون. لو اللي يقول لك ايه الفراخ مليسه ما بتبيضش، لا اكلهم رجيع. الناس اللي بتربي بط زمان، كانوا اهالينا لما بيربوا البط قبل ما يذبحوه عشان ينشفوه من الدهون، كانوا بيضيفوا بياكلوا رجيع كتير في اخر ايامه قبل الذبح علشان تنشف، ما يكونش فيها دهون كتير. تمام، ده هيزود الانتاج ويخليهم يبيضوا عندك كويس جدا. نأكد تاني على المعلومات دي، اللي هي التحديق بيزيد من انتاج البيض ويقوي القشرة. القشرة لو رقيقة هيقوي قشرتها. تمام، الناس اللي بتشتكي من اكل البيض، والله انا عملت كده ما عادت هتاكل البيضة ولا عادت هتبص البيضة. هيمنع تماما موضوع اكل البيضة والقشرة الرقيقة، ويعالج نقص الكالسيوم اللي في الفراخ. هي اصلا بتاكل البيض لان عندها نقص في الكالسيوم. تمام، ويقوي قشرة البيض ويقوي عظام الطيور اللي مش قادرة تقف على رجليها وكده، هيقوي رجلين الطيور. طيب، وتعرض ايضا الفراخ، نعرضها للشمس. الفراخ لما تعرض للشمس، سيبها في الشمس شوية، هيزيد من انتاج البيض ويقوي القشرة. تمام، بعد كده هنضيف اضافة، لو الفراخ فيها دهون هنضيف لهم حاجة هوريها لحضراتكم. اهو ده مضاد السموم، ده اللي انا دايما بستخدمه وعندي. ده بينزل الدهون اللي في الفرخة لما تضيفه للمية. لو حط لهم مثلا اسبوع سنتي على اللتر من ده، او اي مضاد سموم عندك، او لو مفيش مضاد سموم حط خل. ده بينزل الدهون اللي تكون مليسة على الفراخ اللي هي سمنت عندك ومش بتبيض، ده هيزود انتاج الفراخ. تمام، ما تأكلش على فتسمين، ما تأكلش على فتسمين. انك لما تأكل على فتسمين هيسمنهم زي ما قلنا ومش هيبيضهم. يعني لازم تأكل دشيش وعليه رجيع زي ما قلنا كده، او علف بياض الدشيشة اللي احنا عملناها دي وعليها الرجيع، وعلف او علف بياض، او ممكن يتضاف على تضاف على علف البياضة، لان علف البياضة ما بيكونش التركيز بتاعه عالي. اهو علف البياضة في عندك التسمين بيكون 21%، وبيكون التركيز بتاعه عالي. اما تقريبا البياضة بتكون تركيزها البروتين فيها 14% بس، فمش بتسمن، فانت ممكن تضيفها على ده، هي مش هتسمن لكن هتزود عندك الانتاج. زائد الحاجات دي نأكد عليها تاني، الرمل زائد المحار اللي هو اساسي. لو لقيت المحار لوحده هاتوا، انا بجيب ده من عند اللي بيبيعهم حاجات الحمام، ده تحديق، ده من عند حاجات الحمام. ناس كتير سألت على افضل تحديق، هو ده، وللحمام وللفراخ، للحمام او الفراخ للاتنين ياخدوا منه، او جميع انواع الطيور مفيش مشكلة. زائد الملح زائد الجير زائد الفحم اللي قلت لحضرتك مرة واحدة بس في الشهر تعمله. نخلط الخلطة على بعضها كده، نخلطها. تمام، اهو خلطها كويس عشان الملح يتوزع عليها. اهو تمام، لو انت اول مرة تحط منها للفراخ هتشوف ان هم بيهجموا عليها هجم، يسيبوا الاكل وياكلوها، لان بيكون عندهم نقص شديد فيها. لو بياكلوا البيض ده هيخليهم ما عادوش هيبصوا للبيض، هتلاقي البيض عندك مش هتلاحق تلم بيض، وهيقوي قشرة البيضة اللي بتنزل، البيضة الرقيقة اللي يقول البيضة بتنزل رقيقة، هتلاقي قشرة البيضة سميكة. ده اللي بيعلم الفراخ انها تاكل البيض.
ده هينزل هيخلي الفرخه تبيض القشره سليمه ومش هتتكسر، البيضه اللي بتتكسر مش هتتكسر، هيعالج لك ده تماما ويزود الانتاج، هتلاقي البيض سليم. هنرجع تاني نحط ده ونوري لحضرتك ازاي. اهو اهو انا جبت الخلطة اللي انا عملتها، هنحط في مسقة زي كده اهو، نملاها اهو. ده علشان انا ما بمنعش ده عن الفراخ، فانت تلاحظ ان هم مش جايين عليه، لكن لو انت اول مرة تحط منه هتلاقي الفراخ بتاعك هجمت عليه. تمام، برضو نحط الباقي ده، انا عامل للفراخ وللحمام، احط التاني ده للحمام. هو بيض الفراخ اهو زي ما قلنا لحضرتك، البيضة سليمة اهو، حجمها كويس، قشرتها سميكة، قشرة كويسة، لان دايما الفراخ مش ناقصها تحديق. انت ازاي هتعرف ان الفراخ محتاجة او ناقصها الكالسيوم او ناقصها الاملاح؟ ده فيها الاملاح وفيها الكالسيوم وفيها ايه جميع الحاجات طبيعية اللي الفراخ بتحتاجها. الفراخ اللي بتبيض هتلاقي الفراخ بتنقر بمنقارها، بتحك منقارها في الارض او في الحيطة او بتنقر في الحيطان زي كده، لو الحيطة رمل كده هتلاقيهم بينقروا فيها، بيدوروا على اي رمل اي تحديق يعملوه. اهو البيض سليم اهو ومحدش بصله، وانا مش خايف عليه غير كده، هياكلوا البيض ما انتش هتلاقي بيضه. اللي بيشتكي من الفراخ بتاكل البيض. حط الباقي للحمام، هنحط باقي الفايض ده للحمام اهو. حطينا للحمام. تمام، انا دايما ما بمنعش عن الحمام الخلطة دي، كمان الحمام علشان يزود انتاج الحمام وما يخليش الحمام يبيض البيضة قشرتها رقيقة او يبيض بيضة واحدة، وكمان هيزود انتاج الحمام ويقوي رجليه زي ما قلنا في الفراخ بالظبط، يقوي رجلين الحمام ويمنع الكساح، يزود الكالسيوم ويزود قشرة البيضة، يقوي قشرة البيضة. كل ده من حاجة بسيطة جدا ورخيصة جدا. اهو الحمام جه عليه اهو، بينقي اللي هو محتاجه اهو، شفتوا ازاي؟ شوف حضرتك اهو، وده حمام بيطارد اهو ما شاء الله، بيطارد النتاية، الذكر بيطارد النتاية ان هي هتبيض. حمام احنا دلوقتي ما زلنا في موسم الانتاج اهو. ده لازم تكون الوصفة دي عند حضرتك، ما تتمنعش تماما عن الحمام. طيب شوف كده الزغاليل، انا دايما بحط ثلاثة مع بعض، لما يكون في زغلول فرداني بحطه مع ايه؟ مع زغلولين في نفس السن. حاطط تحت دي كمان اربع بيضات اهو. هو النهارده كان موضوعنا عن الفراخ، انا يعني كل المواضيع اللي بنعملها عن الحمام، لكن انا عارف المعلومه دي عن قلت لازم اعرف الناس اللي هم بيشتكوا دايما من اكل الفراخ اللي بتاكل بيض، الفراخ اللي بتاكل البيض، فكده ان شاء الله ما عادش اي فرخة هتاكل بيضة واحدة بس، ولا عادة بيضة هتتكسر، هتلاقي البيض زي ما هو. ارجو ان يكون افدتكم بموضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان توصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.